Hello guys, welcome back to my channel. إذا أنتم جديدين هنا لا تنسون تسوون thumbs up إذا راح تحبون هذا الفيديو وسووا سبسكرايب إذا بعدكم مسوين سبسكرايب القناة تكبر و thank you so much والله الكل اللي مسوين سبسكرايب واللي بعدهم ما مسوين سبسكرايب سبسكرايب. أولا خلي أقول لكم أني وين. أنا صافة قدام العيادة مال أسنان دا أريد أسوي قوالب حتى أسد هذا الفراغ. تشوفون هذا الفراغ قبل كنت أني حاطة filling بي حتى ينسد، بس بصراحة الفولنج تبقى توقع لأن الفراغ صغيروني وواحد من السنوني قدام اتحرك شوية، فرحت على هذا الدكتور قال لي نقدر نحط لك قوالب شفافة متحركة فما تبين، يعني مثل الانفيزيلاين، ونحاول نحرك سنونك ونسد من هذا الفراغ. فخلي نشوف. طبعا بهاي الفيزيت الدكتور قال لي راح يعطيني القوالب، سو يا رب يعطيني اياهم، يا رب they fit my teeth وeverything is fine. فراح اروح انزل واشوفكم بعدين. هذا يمكن القالب مالتي. I'm so excited. طبعا حطيت القوالب تشوفون ما يبينون بس ما اعرف احكي. هذا الفيزم الاصلي. طبعا هذا اسم العياده اللي عايشين بهيوستن. جايز طبعا انا هسه حاطه القالب، ما ادري اذا تنتبهون لو لا، بس انا ديفينتلي ملاحظه، بس احس من دا احكي طبيعي اكو ستيل خلل بالموضوع، فاصور راح انزع من اسولف وياكم، بس حبيت اشوف لكم شكله حتى تشوفون اللفظ مالتي. هم يو نو اي فيل لايك ويرد، ما ادري انتوا قولوا لي. اصور اكو احرف هيجي شويه دا تطلع ثقيله او بيها فتشي ساوند ديفرنت. جايز طبعا هسه رجعت للبيت وبدا احس بالقالب قاعد يضوجني، ما ادري هسه دا احس انه صدق ضعف، ما صار لي ساعه من لابسته. جايز اجينا رح نركض. انت اري مستعده؟ نعم انا مستعده صراحه. الشمس طلعت راح اتشمس، صار لي يمكن اسبوع او اسبوعين من مراقبه بالشمس دائما تكون في. يعني هذا البياض اللي جيتكم فيه وتبارك راح تصير سمراء كله راح يروح. بس ابو علي هلو جايز عليهم راح يركض. احنا الجول مالتنا نسوي تبارك البيضه سمراء مثلنا. يا راح تاخذ وقت معقوليتنا، بس نسوي ستراتش. اوف ادري يلا لحقت العلي يطير الماي مو يركض يطير. صراحه شوي خففت انت طلعت عم يخلص سوا تبارك انت الموضوع فوق. لا بس والله بسرعه ركض حتى لحق فيك. That's good. كلش بسرعه ركض. بعد انه 2 مايلز. بعد انه 2 مايلز يا. هسه يلا خلصت واحد قبل شويه. يلحقوني خلصت 3 مايلز. هسه راح ابلش اسوي الاكسرسايزز مالتي، طبعا مسويتها وياكم قبل بالبيت وبرا بكل مكان مسويتها وياكم، هي نفسها راح ارجع اسويها وذات سد حد ما يوصلون، وهم هم يمكن راح يسوون تمارين البطن وظهر ورجلينات وهيك شيء. سويا سمرتي؟ هي صار سودا اتصور والله اخذتي لون صارت خاصة من ورا صار اكو شوية سمار. يا واخيرا خب علي اسمر اسمر يا سماراني. توتا قاعدة تشوف ميك اب توتوريال سويت سموذي قاعدة اشرب سموذي. تشيرز تشيرز. هلو جايز طبعا قبل ما نسبح أنا وتوتا قررنا نطبخ لأن طبختنا بيها ثوم وبصل وكل الروائح واثنيننا نريد نغسل شعرنا. توتا هنا أنا قاعدة تقصقص بالكبدة وأنا هنا راح أقصقص ثوم بصل طماطة هالابينيو وبعد وراح أعصر ليمون. ليمون. That's it. هسه إحنا تقريبا حاطين بس ليمونة واحدة، بس احتمال نحط نص واحدة وياك لأن إحنا نحب نحامض الأكل. طبعا أكلة كلش سهلة ممكن تسووها يمكن 30 دقيقة. لان تسوون وياها التمن، التمن راح نسوي تمن عدس بسرعه يصير. هذا التمن الثريا المفضل تمن العدس. هي الاكل كليته اكلنا بصراحه كليته نحبه، كل ثلاثتنا نحب كبده الخروف
انا عاد حتى نسوي كبده مال الدجاج تمين طيبه. انا الكبده بكل انواعها اللي هو المعلاق بكل انواعه اموت عليه. اطيب شيء عندي. يا المعلاق مش طيب. هنا أنا حاطين التمن والعدس. بعد المعلاق عين شين ترايتها مقصقص بس ما مقصقص ريفة. هاي كلش دا أتعذب بالتكسيس مالته لأنه صراحة ما أعرف شلون أقصقصها. هاي أول مرة أقصقصها. اكو محل عربي نشتري من عنده الكبده مال خروف صارنا كل شوي مهم نشتري من عندهم. اخر مره اشترينا من عندهم كانوا يبيعون الكبده مقطعه مربعات، هالمره لا تبارك تقطعها صعبه تنقصقص. هي انا عندي بصل، اول شيء راح احمس البصل. طيب المقلاه انت شنو احط ورا البصل؟ هسه حطي الجارليك ثوم الفلفل الأسود ليمون بيبر كمون دا احط هسه اوكي ونحط شوكت تحطين عصير الليمون هسه حطي فوقه حط بابريكا كيفش جايز تشوفون خلصنا الطبخه هسه بس اضيف هذا الليمون راح اغطيها وتبقى على تقريبا ميديوم هيت نص يعني نحط الحرارة على النص 10 دقائق ربع ساعة وتصير جود. هذا تمني، هذا تمن توتك، هذا دجاجيك، هذا تمن علي السفاح. والله بيس اوت ونروح ناكل. باي جايز. الله لازم انجوي. مي هذاك الماماتي اكسكيوز مي علي مي. لحظة يا اخي لحظة. Oh, it's Memorial City Mall. Did that did you just leave? No. Macy's Memorial. Okay, طلعي هسه. Guys, طبعا طلعنا انا وتوتا عندنا سيرومز توتا وصلتهم من Macy's نريد نسوي لهم بيك اب. بعد 20 دقيقة ويسدون. يا رب نلحق، احنا طلعنا كلش مستعجلين. Right, I think you would need to pay attention to. بعد هذا القدامي ما يتحرك أصلاً. لأنه من هاي أم الصفراء it doesn't turn green. وهذا أحسن شيء سويته شعري يمكن. بس I still don't like it. أحس من يكون ناشف ومسويته بعد تسريحة. هسه أنتي حطيتي أطلعي ورا. هسه أنتي حطيتي شو اسمه ال الموز. Okay. يا شعرك راح ينشف على موز. لا عادي أمشط هذا الموز من النوع اللي ينشط ويروح. أنا أصلا ما أحب ميمورال بصراحة. فارق بالجراج؟ Yeah. أبو كل ما أماكن فارغة. يلا ننزل هيا بنا. بس لا يتخربط شعري أريد آخذ صور. هيا سلام. خليني أدخل. جبنا البوكسات مالتنا. خلصنا. شو بدي اصور جايز؟ So stupid. That's right. الميني سايز. طبعا انا وتوتا نفتح البوكسات، فتحنا بوكس وهسه رح نفتح البوكس الثاني. طبعا انا صورت لكم البوكس الاول بس ما كانت الكاميرا تشتغل. بس رح نفتح البوكس الثاني. توتا قالت لي هي نفس البرودكتس بس اكو شويه اختلاف. المحفظه طبعا نفس المحفظه طلعت بالبوكسين الماتيريال مالتها تخبل كل شيء شي فيلفتي بس انت اكو عندك محفظتين. اه I got محفظتين؟ Yes because you travel more. خلينا نفتحهم نشوف شكو بيهم اول. هذولي نفس الشيء طلع لك هذولي وهم تشيز ثاني هم بيد نفس الاشياء. تريدين تفتحين هذا؟ شوفيهم هنا شوفيهم هنا. طبعا اكو هذا الريزيلينس مالتي افكت
فيس اند نك كريم، هذا مرطب للوجه مرطب للنك، الادفانس نايت ريبير حاطين من عنده واحد صغيروني، هذا ماسح مكياج كريمي طبعا علي قاعد يلعب اذا تسمعون، بعد هذا مرطب الشفايف باعوا لونه ايش قد كيوت، طبعا اول ما شفته اريد اجربه، طبعا ماتها كونسستنسي مو لكويدي، لا هيجي عبالك كريم عبالك صدق مرطب، سو كيوت. اول مره اشوف هذا مالتهم. مسكارا استي لودر بعد وحمره بينك يا هاي بينك، والله الاضاءه قويه عليها بينك، بس انا احس اللون شفتي واو احسه مثل لون شفتي، انا بس حاطه تحديد ما حاطه لون حمره، حاطه تحديد ومرطب احس لون الشفه، انا احب هيك الوان يا ناتشرال واتس كريمي هم مالتي افكت نايت كريم، هذا للنك وللفيس طبعا نفس الكريم الصغيروني وينه؟ نفس هذا الكبير وهذا الصغيروني اثنيناتهم حاطينهم الاي باتشز اللي هي نايت ريبير بيسكلي اشياء مثل الماسك اي ماسك اللي تحطوه جوا العين او توته، اخذت اثنين من هذا انا وعلي اول مره راح نجربه، واحد الي واحد الي واثنين التوته، توته تشتري بالجمله. That's it guys، خلص الفيديو اليوم، اتمنى تونسوا وياي وحبيتوا هذا الفلوج، طبعا I'll keep you updated شنو راح يصير على سنوني، راح تعرفون ان شاء الله يا رب تنزل كل الفراغات وتنحل مشكلتي ويا سنوني، لان هاي ثاني مره راح البس قبالب. Anyway guys، إذا حبيتوا هذا الفيديو وتونستوا وياي سووا thumbs up، واللي بعده مسوي subscribe subscribe، وأنا أحبكم كل شوية وأشوفكم على المرة الجاية. Bye. هاي فيك تبغى بصارت كلش قديمة بس رح أرجع أسويها.